الله قول له سعيد اش راك تقترح لي كذا، بغيتي تعطيني النص ديال الراتب ديالك للشعب؟ مرحبا ما زيدوك لا خويا. انا ضد. وما عاشوا حتى مزيان بعد قبل التقاعد، بقى غير حنا كيتقاتلوا، كل شيء كيسجل من جيبه، كل شيء كيدير من جيبه، والحمد لله. يعني حتى باش كنشوفوا جمهورنا راه بعض المرات راه كان من عندنا، يعني باش نتلاقاو مع جمهورنا الله اللي كيعلم. فهمتني؟ يعني ليست كل الاشياء هي بالفلوس وبهذا، كاين احنا دابا شنو اللي كيوقع لنا، وانا خصوصا يعني حاجه بحال قلتي حاجه كتخلص حاجه، شي فشي ولا كيقولوا شي كيخلص على شي وصافي. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكتيفي الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.